بال احمد كمال خارج الملعب، وصالح فتحي بيعدي كرة عادية حسام يوسف واحمد صلاح، محمود رؤوف حسام يوسف احمد عبد العال، وائل العيد حسام واحمد عبد العال، وكرة اكتر من جميلة في ايد اشرف ابو الحسن وخارج الملعب، والنقطة 24 من عمر الشوط الثالث. برافو عليك يا احمد. استقبال اعداد اشرف محمد عبد المنعم، وضربة ساحقة في ايد حائط الصد محمد عبد اللطيف عثمان وداخل الملعب، وبكده يبقى النادي الاهلي قدر ان هو ياخد الشوط الثالث بجدارة. برافو عليكم يا رجالة وربنا معاكم. فاصل ونرجع نشوف الشوط الرابع، وان شاء الله يبقى من نصيب القلعة الحمراء.